تذكرنا هذه المواكب، تذكرنا بكربلاء. اللي راح كربلاء يشوف الدل الزينبي الذي وقفت عليه السيدة زينب، الذي ذهب إلى كربلاء إلى ذلك المكان الطاهر الذي وقفت عليه السيدة زينب ونادت يا حسين. هذا الشاعر المرحوم البحريني من العطية العمري يصور رؤوس سيدتنا زينب على هذا التل، فأرجو منكم المساعدة. فاقتل الزينبية واقفة زينب تصيح يا حسينا يا حسين يا ابن أمي يا ذبيح. فاقتل الزينبية واقفة زينب تصيح يا حسينا يا حسين يا ابن أمي يا ذبيح. فاقتل الزينبية واقفة Yeah.
أهلي الحرم مستعدي للمصايب مستعدي للمصايب يا سبية الخيم مستعدي للمصايب مستعدي للحرم سامحيني وطيعيني جسمك بالغمى ضريح حبك للزينبية وقت زينب صيح حبك للزينبية وقت زينب صيح يا حسين يا حسين يا ابن أمي عالمي الله الله في الحرم الله الله في الأرامل يختي ما لهم كفيل الله الله في الأرامل يختي ما لهم كفيل داري الأيام كلها خصصك ناوي العليم لا تغض النظر عنهم يختي في حزة الشيخ سكتي سكن العزيز شريط خلصون كل أهل الشيم والحمل منهم